أما بعد أيها الأحباب الكرام، فإني أرحب بكم في هذا اللقاء المبارك، وقد اخترت لكم اليوم موضوعا الكل يضن إليه ويريده، أهل الدنيا وأهل الآخرة. إن موضوع اليوم هو موضوع يجمع بين أمر الدين والدنيا، إن موضوع اليوم موضوع يجمع بين الدنيا والآخرة. ما هو عنوان هذه الحلقة؟ الطريق إلى الغنى وكثرة المال. عجبا، كيف نتكلم عن الغنى وكثرة المال ونحن نقرأ في الكتب عن الزهد والورع والتقلل من الدنيا؟ إننا سنتكلم عن هذا الموضوع من جانب آخر. إن العلماء قالوا بأن المسلم إذا كان غنيا قد يتمكن من فعل طاعات لا يتمكن من فعلها المسلم الفقير. فالمسلم الغني يتمكن من الحج والعمرة وقد لا يتمكن الفقير، والمسلم الغني قد ينفق في سبيل الله عز وجل، والمسلم الغني قد يصل أرحامه بماله. فنعم المال الصالح في يد الرجل الصالح. ولكنني قبل أن أبدأ معكم الحديث أحب أن أبين حقيقة هامة، وهي أن أسباب الرزق نوعان: أسباب ظاهرة وأسباب باطنة. وجميع الناس يعرفون الأسباب الظاهرة للرزق، فالصناعة والتجارة والوظيفة وهذه الأمور التي يعرفها الناس كلها من أسباب الرزق الظاهرة الواضحة. لكنني اليوم أتكلم معكم عن أسباب الرزق الخفية. والعجيب أن أسباب الرزق الظاهرة قد تصيب وقد تخطئ، فالتاجر قد يجمع السلعة طوال العام ويريد رزقا وفيرا أو ربحا كثيرا فتنزل الأسعار فيخسر، والطالب قد يذاكر طوال العام ويأتي في الامتحان فيصيب بمرض أو تحدث له لخبطة فيرسب، والفلاح قد يزرع طوال العام ويشتد الزرع ويكبر فتأتي آفة فتأخذه فيخسر. لكن الأسباب التي سأذكرها لكم لا تتخلف ولن تتخلف، لأن الذي ضمنها هو الله سبحانه وتعالى. ما أول سبب من أسباب الرزق وكثرة المال؟ أول سبب أيها الأحباب الكرام سبب عجيب، وهو كثرة الاستغفار. أي أنك إذا أكثرت من الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، وإذا وقعت في ذنب عدت إلى الله تبارك وتعالى وندمت على ما فعلت وأكثرت من الاستغفار، كان ذلك سببا من أسباب الغنى وكثرة المال. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قول الله عز وجل على لسان نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. تأمل معي هذه الآية الكريمة وقف عند ألفاظها لفظا لفظا. فقلت استغفروا ربكم، أي أنكم إن أكثرتم من استغفار الله عز وجل فستترتب لكم هذه النتائج:
إنه كان غفارا، يعني يغفر ذنوبكم، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل هذه الأشياء نتيجة لشيء واحد ومقدمة واحدة هي الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، والاستغفار معناه أن تحرك اللسان بقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، هذا الاستغفار، مع علم القلب بالتقصير في حق الله عز وجل. إنه كان غفارا، أن يغفر لكم ذنوبكم. يرسل السماء عليكم مدرارا، أي مع مغفرة الذنوب ينزل عليكم من السماء مطرا فتنبت الأرض بالنبات فيكثر الخير ويكثر الغنى. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال. أموال، يعني الذي يكثر من الاستغفار يمده الله بأموال. لماذا لم يقل بمال؟ كان يمكن أن يقول ويمددكم بمال. ما الفرق بين مال وأموال؟ أولا مال مال جمع، لكنه مال أي نوع واحد من المال. وأموال صيغة منتهى الجموع، جمع مال ومال ومال، أموال كثيرة لا عدد لها ولا منتهى لها. ثانيا كلمة أموال تتناول أنواعا عديدة، مال نقود، ذهب، فضة، صناعات، تجارات، عقارات، سيارات، أموال، أموال متعددة متنوعة. ويمددكم بأموال وبنين، أي أنك إذا أكثرت من الاستغفار مدك الله عز وجل ببنين. قال بعض العلماء لماذا قال بنين ولم يقل بنات أو بنون وبنات؟ أجاب العلماء على هذا الإشكال بجوابين، أجاب العلماء بجوابين. الجواب الأول أن كلمة بنين تشمل البنين والبنات، لأن هذا يسمى في اللغة العربية صيغة التغليب، كما يقال القمران يعني القمر والشمس، والعمران يعني أبو بكر وعمر، صيغة التغليب. والجواب الثاني أن العلماء قالوا بأن هذا اللفظ بنين فيه إشارة إلى أن البنات تجلس في البيت، وأن البنين هم الذين يسعون لجلب الرزق. فمعنى يمددكم بأموال وبنين يعني تخلف رجالة يطلعوا برا ويجيبوا فلوس، وده يبقى دكتور وهذا مهندس وهذا موظف وهذا تاجر وهذا كذا، يجيبوا لك فلوس أموال. وهذا فيه إشارة إلى أن الرجل الكريم الشريف لا يسمح لابنته ولا لأخته ولا لزوجته أن تخرج لتطلب الرزق، وإنما العفيف الكريم يأمرها أن تجلس في البيت، وهو الذي ينفق عليها، مش المرأة اللي تطلع وتنفق على الرجل، ولا البنت تطلع تجهز نفسها وتتوظف، لا، الرجل الشريف الكريم هو الذي ينفق على حرماته وأجلسنا في البيت. ولذلك لما حذر الله عز وجل آدم عليه السلام ألا يأكل من الشجر وأن إبليس سيغويه، فحذره وبين له أنه إن نزل من الجنة فسيشقى، فلا يخرجكما من الجنة فتشقى، وأن لك ألا تظمأ فيها ولا تضحى، إلى آخر هذه الآيات. وبين في الآخر أنه يشقى يخرجكما أنتوا الاثنين آدم وحواء، فتشقى أنت لوحدك، أنت الذي تطلب الرزق وحدك.
إذن هذه الآية أيضا فيها دلالة على أن الرجل هو الذي يطلب الرزق وأن زوجته أو ابنته تجلس في البيت. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. يجعل لكم جنات، يعني إيه جنات؟ يعني حدائق وبساتين. وهذا النوع من الاقتصاد أيها الأحباب هو الاقتصاد الثابت. ممكن التجارة ترتفع حتى تصير ملايين ثم مرة واحدة تخسر، لكن الجنات مما يسميها علماء الاقتصاد بمصدر الرزق الثابت، حديقة. هذه الحديقة العظيمة الكبيرة لو لم تثمر هذا العام وأخذتها آفة ستثمر إن شاء الله العام الذي يليه. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الأنهار وهو الماء العذب هو سبب الغنى بل وسبب الحياة في كل الأمصار وكل الأعصار. إذن الاستغفار سبب من أسباب الغنى وكثرة المال. السبب الثاني التقوى، تقوى الله عز وجل. إذا أردت أن يغنيك الله عز وجل فاتق الله. والتقوى تسمعونها كثيرا وتسمعون تفاسيرها، باختصار التقوى هي الخوف من الله، والإنسان التقي هو الذي يخاف من الله عز وجل فيفعل أوامره وينتهي عن نواهيه، هذه هي التقوى. ما الدليل على أن التقوى سبب من أسباب الغنى وكثرة المال؟ اسمع إلى ربك عز وجل وهو يقول ومن يتق الله يجعل له إيش؟ مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله، من يخاف من الله ويتبع أوامره وينتهي عن نواهيه، يجعل له مخرجا أي من كل ضيق ومن كل أزمة ومن كل كرب، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه مسألة أخوانا عجيبة جدا. لو قال ويرزقه رزقا كثيرا ماشي، يعني موظف يأتي علاوة أو تاجر تربح تجارته، ولكنه لفت النظر إلى شيء آخر وهو من حيث لا يحتسب. يعني إذا كانت مصادر الرزق لديه من طريقين أو ثلاثة يأتيه رزق لم يكن في حسبانه ولا على باله من طريق آخر، فيتعجب ويندهش. لماذا؟ لأنك اتقيت الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذا يذكرني بطالب في المملكة العربية السعودية، طالب في الجامعة متزوج وله زوجة وأولاد ينفق عليهم، يحكي عن نفسه يقول كنت أخرج يوما إلى الجامعة ولا أمتلك في جيبي إلا 100 ريال فقط. قال فقابلني أحد أصدقائي وقال زميلنا الفلاني حدث عليه حادث وسيارته تهشمت وهل نجمع له مالا لكي نصلح له سيارته. قال فأخرجت 100 ريال وأعطيتها له واتجهت إلى الكلية وليس في يدي شيء ولا في جيبي شيء ولا في بيتي مال ولا نقود. يقول ما أن وصلت إلى باب الكلية إذا بالعامل الموظف الكلية يقول أنت فلان ابن فلان؟ قلت نعم. قال أنت الذي جئت بتقدير جيد جدا في السنة الماضية؟ قلت نعم. قال خرجت لكم مكافأة ولك 1000 ريال، اتجه إلى هذا المكتب لتستلم 1000 ريال. دفع 100 فأخذ 1000 وله الأجر والثواب من الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واسمع إلى قول الله عز وجل موجها الحديث إلى كل القرى والمدن والأعصار والأمصار، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. تأمل معي هذا القول.
يقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى، أهل القرى معناها القرى والمدن، لكن كلمة قرية تطلق على قوم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذه منابع الرزق، من السماء والأرض. قف معي وتأمل كلمة بركات. لماذا لم يقل الله عز وجل لفتحنا عليهم أرزاقا وقال بركات؟ قال العلماء: لأن الرجل قد يرزقه الله رزقا ولا بركة فيه. فلان مرتبه 1000 في الشهر أو 5000 أو 10000، يوم 20 في الشهر انتهى، يتسلف ويقترض. فلان مرتبه 500 يكفيه الشهر وزيادة، ما الفرق؟ بركة، وهنا لا بركة. ولذلك قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، أي لفتحنا عليهم أرزاقا وفيها بركات من الله. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، أي أنزلنا عليهم من السماء مطرا فأخرج النبات والزرع، ومن الأرض كالبترول والمعادن والحديد والذهب والفضة والمنجنيز وغير ذلك. إذن من يتقي الله عز وجل يرزقه الله رزقا ويبارك له فيه. السبب الثالث من أسباب الغنى وكثرة المال التوكل على الله. ما معنى التوكل على الله؟ التوكل معناه تفويض الأمر لله، وعرفه بعض العلماء فقال: التوكل عمل القلب، وهو اعتماد القلب على الوكيل وحده. اعتماد القلب على الوكيل وحده سبحانه وتعالى. إذن العبد إذا اعتمد على الله وفوض جميع أموره لله، فإن الله عز وجل يرزقه رزقا حلالا ويبارك له فيه. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومعنى حسبه أي كافيه، يكفيه الرزق ويكفيه ما أهمه وما أغمه. وهناك حديث رواه الإمام أحمد وصححه الترمذي والحاكم والذهبي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ما معنى هذا الحديث؟ معناه أن العبد إذا أخذ الأسباب لكنه لا يعتقد في الأسباب، وإنما يعتقد في خالق الأسباب سبحانه، فإن الله عز وجل يرزقه حتى وإن لم يكن له سبب ظاهر للرزق. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالعصفور، هذا العصفور التي تخرج في الصباح إلى رزقها، هل لها أرض معينة تمتلكها لتأكل منها؟ لا. هل لها وظيفة؟ لها تجارة؟ لا. وإنما تخرج متوكلة على الله، فيرزقها الله عز وجل من هنا بحبة ومن هنا بحبة ومن هنا بحبة، حتى تمتلئ أحشاؤها فتعود بطانا أي شباعا. لرزقكم كما يرزق الطير تغدو أي في الصباح، خماصا يعني جياعا، وتروح أي إلى أعشاشها في المساء، بطانا يعني شباعا. لو أن عصفورة أخرى تمتلك 10 أفدنة ما أكلت أكثر منها، يعني سواها بأخرى. فأنت كذلك، أنت تخرج ولك سبب من أسباب الرزق، أنت تخرج
إلى وظيفة أو إلى تجارة أو إلى صناعة أو إلى أرض أو نحو ذلك، ينبغي ألا تعتقد في الأرض، وينبغي ألا تعتقد في الوظيفة والمرتب، وإنما ينبغي أن تتوكل على الله، وأن تعلم أن الله يمكن أن يعطل الأسباب فلا تعمل فتفتقر. إخواني الكرام، في مسألة أرجو أن تنتبهوا إليها جيدا. مسألة الرزق هذه مسألة مهمة جدا. كثير من الناس لا يعتقد في التوكل على الله حتى وإن نطق بلسانه. ولذلك رب العزة تبارك وتعالى لما ذكر قضية الرزق في القرآن حلف، ربنا سبحانه وتعالى حلف لنا عشان نصدق، فقال سبحانه: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. سبحان الله، من الذي جعل الله يحلف؟ قلة اعتقاد كثير من الناس في الرزق. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق، إن هذا الكلام حق، وأن الرزق في السماء حق. بعض الناس يقول تجري كتير وتسعى كتير تكسب كثيرا، هذا خطأ. إخواني، مسألة الرزق لا تتناسب نهائيا مع السعي. ممكن إنسان يتعب كتير ويرزق قليلا، وإنسان يتعب قليل جدا ويرزق كثير. أضرب لك مثال، صلي على رسول الله. رجل عامل وأردنا أن نحفر بئرا، قلنا له تعال احفر لنا البئر هذا، يحفر اليوم ب50 جنيه، تعب وعرق ونصب من بداية اليوم إلى نهايته وأخذ 50 جنيه. ورجل جالس على مكتبه، صاحب تجارة سيارات، فاتصلوا به من اليابان: عندنا دفعة سيارات جديدة كذا وكذا، طيب ارسلوا لنا 100 سيارة. أرسلوا له 100 سيارة، وصل اتصل برجل آخر: أنا أريد أحدث موديل في سيارات المرسيدس. قال له: والله وصل كذا وكذا، بكم السيارة؟ قال له كذا. طيب أحول على حسابك على البنك كذا وارسل لي السيارة، تعال غدا استلمها. وكسب فيها 100,000 وهو جالس، هو جالس لم يتعب شيء، رفع السماعة الأولى وضعها، رفع السماعة الثانية وضعها، وكسب كم؟ 100,000. وصاحبنا الثاني تعبان طول اليوم يحفر وكسب 50 جنيه. مسألة الرزق لا تتناسب مع السعي، ولذلك أنت تتخذ الأسباب المشروعة وتعلم أن الرزاق هو من؟ والله سبحانه وتعالى. فالتوكل على الله معناه تفويض الأمر لله، وأن تعلم أن الله عز وجل قد يبارك في القليل فيصير كثيرا، وقد تنزع البركة من الكثير فيصير قليلا. رابعا، التفرغ لعبادة الله عز وجل. إذا أردت أن يرزقك الله مالا تفرغ لعبادة الله. الله تفرغ لعبادة الله، نعم، يعني الإنسان لو تفرغ لعبادة الله رزقه الله عز وجل رزقا كثيرا وصار من الأغنياء. نعم، ما الدليل؟ الدليل ما رواه الإمام أحمد وحسنه الترمذي وصححه الحاكم والذهبي والألباني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت قلبك شغلا ولم أسد فقرك. تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى. واحد يقول مش المقصود المال والغنى وكثرة المال، لا، المقصود الغنى غنى النفس، يعني قد يكون فقيرا لكن قنوعا، هذا كلام صحيح أيضا، لكن هذا الحديث بالذات المقصود فيه الفلوس الكثير والمال الكثير. والدليل على ذلك ما رواه الحاكم وصححه الذهبي والألباني عن معقل بن يسار
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا، ولا تباعدني فأملأ قلبك شغلا ولم أسد فقرك. إذن المقصود كثرة الرزق واضحة. السؤال: ما معنى تفرغ لعبادة الله؟ أجلس أعبد ربنا طول اليوم وربنا يرزقني بدون أن أسعى؟ لا، ليس هذا مقصود الحديث. إذن ما المقصود بتفرغ لعبادتي؟ قال العلماء: معنى تفرغ لعبادتي أي فرغ قلبك للعبادة أثناء أدائها. يعني إذا وقفت تصلي فرغ قلبك من أمور الدنيا كلها، فرغ قلبك من جميع المشاغل، وبعد الصلاة اسعى في طلب الرزق. فقد يكون الرجل غنيا عنده مليارات، فإذا وقف للصلاة تفرغ لعبادة الله. وقد يكون الرجل فقيرا لا يمتلك شيئا، وإذا وقف في الصلاة انشغل بالدنيا وهو فقير. فالأول مع غناه قد تفرغ لعبادة الله، والثاني مع فقره لم يتفرغ لعبادة الله. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. هذا أمر واضح لكل ذي عينين. تفرغ للصلاة أثناء أدائها فلا تفكر فيما سوى الله، تفرغ للصيام أثناء الصيام، تفرغ للحج أثناء الحج، تفرغ للزكاة أثناء الزكاة، تدبر في الذكر أثناء الذكر، تفرغ لتلاوة القرآن أثناء التلاوة. فأنت الآن متفرغ لعبادة الله عز وجل حتى وإن كنت غنيا وإن كنت تأخذ بالأسباب. السبب الخامس من أسباب الغنى وكثرة المال: المتابعة بين الحج والعمرة. يعني تحج وتعتمر، وتعتمر وتحج، وهكذا تتابع بين الحج والعمرة. هذا سبب واضح جدا من أسباب الغنى وكثرة المال. المتابعة بين الحج والعمرة، والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وصححه، وصححه الحاكم والذهبي والألباني أيضا، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. الشاهد من هذا الحديث: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر، ونفي الفقر باستبداله غنى، والذنوب بالتوبة. يعني رب العزة تبارك وتعالى يبدل الفقير غنى والمذنب توبة ومغفرة بسبب كثرة حجه وعمرته. السبب السادس من أسباب الغنى وكثرة المال: صلة الرحم. تصل رحمك، والمقصود بالرحم يقول بعض العلماء جميع الأقارب، زيارة جميع الأقارب. وبعض العلماء يقول الرحم هم النساء، يعني أمك، خالتك، عمتك، بنت أخوك، بنت أختك إلى آخره. لماذا؟ لأن المرأة مكسورة الخاطر، فإذا زارها أخوها أو عمها أو خالها
فإنها تستبشر بذلك ويقوى قلبها وينجبر خاطرها. ما الدليل على أن صلة الأرحام من أسباب الغنى وكثرة المال؟ الدليل ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ومعنى الحديث: من أحب أن يبسط له في رزقه، يعني ربنا يوسع له في رزقه، وينسأ له في أثره، يعني يؤخر له في أجله، يعني يمد له في عمره، ماذا يصنع؟ فليصل رحمه. عاوز ربنا يوسع رزقك ويطول عمرك، صل أرحامك. سؤال: يطول عمرك؟ إشكال. يقول الله عز وجل: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وفي هذا الحديث يقول: ينسأ له في أثره، يعني يؤجل له في عمره. أجاب بعض العلماء عن هذا الحديث بقولهم: أي يبارك له في عمره فيعيش زمنا قصيرا، لكنه يعمل من الطاعات ما يساوي زمنا طويلا. يعني واحد عاش 50 سنة فقط، لكن كتب له من الأجور والحسنات ما يعادل 150 سنة مثلا من كثرة طاعات، يعني البركة في العمر. لكن بعض العلماء أجاب بجواب آخر أعجبني، وهو أن المقصود الطول الحقيقي في العمر. يعني يكون عمرك مثلا، يكون عمرك 60 سنة، إذا وصلت رحمك صار عمرك 90 سنة، طول حقيقي. طيب كيف نجمع بين ذلك وبين الآية: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ قال العلماء، أرجو أن تنتبهوا معي جيدا في هذه المسألة العقائدية التوحيدية. قال العلماء: القضاء نوعان، قضاء مبرم وقضاء معلق. القضاء المعلق قضاء بيد ملك موكل بالأعمار، والقضاء المبرم قضاء في أم الكتاب في اللوح المحفوظ. القضاء المعلق الذي بيد الملك مكتوب فيه مثلا: هذا الرجل عمره 60 سنة، فإذا وصل رحمه مدها إلى 90، وإذا لم يصل رحمه اقبض روحه عند 60. فالملك لا يدري عند 60 سنة يريد أن يقبض روح الرجل، لا يدري وصل رحمه ولا لا. فإذا لم يصل رحمه أمره الله عز وجل بقبض روحه عند 60، وإذا كان رسولا للرحم أمر الله عز وجل الملك أن يمحو 60 وأن يكتبها 90، يمدها إلى 90. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. لكن هذا الرجل الذي وصل رحمه مكتوب في أم الكتاب أنها 90، لا تغير ولا تبدل في أم الكتاب، إنما زيادة العمر ونقصانه بيد من؟ بيد الملك الموكل بالأعمار. المسألة واضحة؟ القضية صارت واضحة الآن. إذن من وصل رحمه مد الله عمره حقيقيا، فصار عمره طويلا، يمد 20 سنة، 30 سنة، 5 سنوات، على قدر صلته لرحمه أو على قدر إرادة الله عز وجل. وهناك حديث
صححه الحاكم والذهبي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، ومنساءة في الأثر، ومثراة في المال، يعني يصير مالك مالا كثيرا. ماذا؟ تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولذلك روى الإمام أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يمد الله في عمره وأن يوسع له في رزقه وأن يدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. وأذكر أيها الأحباب الكرام بهذه المناسبة، اتصل بي شاب من القاهرة وقال بأنه صاحب مطعم كبير وأن نسبة المبيعات نزلت. قلت له: كيف يعني؟ قال: وجدت فيها خسارة شديدة حتى إنني أصبح دخل اليوم 500 جنيه فقط. قلت له: 500 جنيه مال يعني دخلك اليوم كام؟ قال: لا، الدخل اليوم بيصل إلى 10,000 أو 15,000. المهم نسأل الله أن يبارك له. فقال لي وأنا أخشى أن يكون الأمر في شيء. قلت له: يا أخي الكريم، هل لك خالة؟ قال: نعم. قلت له: هل تزورها؟ قال: يعني أزورها أحيانا في العيد، يعني في السنة مرة أو مرتين، وأحيانا أكون مشغولا في العيد فلا أزورها إلا كل سنتين مرة. فقلت: أنت الآن تقطع رحمك، اذهب كل أسبوع وزور خالتك واعطيها مثلا 20 جنيه ولا حاجة. قال: دخلت مديرة مدرسة وامرأة غنية يعني لا تحتاج لعشرين ولا غير. قلت له: طيب خذ لها هدية معك، مشهور عندنا عند المصريين الهدية طبق حلوى يقدمها من أجمل الهدايا، روح قدم لها طبق حلوى وزورها. وبعد شهر، بعد 4 أسابيع بالضبط، اتصل علي. قال لي: ماشي. اتصل عليها بعد 2 أسابيع فقط وقال: فعلا رحت لخالتي وكانت مندهشة، كانت مسرورة جدا لأنني لا أزورها، وكانت فرحة فرحا شديدا. قال: فزرتها وعطيتها الطبق وجلست معها، والأسبوع الثاني نفس الطريقة. يقول: ارتفعت المبيعات من 500 إلى 1500 في اليوم. قلت له: نعم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. الباب السابع من أبواب الرزق: الإنفاق في سبيل الله. إذا أردت أن يكثر الله مالك فتصدق كل يوم ولو بصدقة وإن قلت. بعض الناس يظن أن الصدقات خاصة بالأغنياء فقط، لا، بالأغنياء والفقراء. الغني ينفق 1,000,000 والآخر ينفق 1,000، وانت تنفق جنيه واحد، تنفق في اليوم نصف جنيه وربع جنيه. المهم أن يرى الله يدك وهي تعطي، لكن تعطي كم مش قضية، المهم أنك امتثلت الأمر الإلهي بالنفقة في سبيل الله. ولذلك يقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. ينفقون يعني يتصدقون، في السراء يعني في الغنى، وفي الضراء يعني في الفقر، يعني الفقير يتصدق والغني يتصدق، والمؤمن يتصدق في الغنى والفقر.
والله عز وجل بشر المتصدقين بأنه سيخلف عليهم ويعوضهم خيرا مما أنفقوا في الدنيا قبل الآخرة. يقول الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. وروى مسلم في صحيحه حديثا لو تأمله المسلم لأنفق بقلب مطمئن واثق برزق الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. أنفق إيش؟ أنفق عليك، ما قالش هديك كام، خلاص هينفق عليك. والذي ينفق عليه الله الكريم كيف يكون حاله؟ يكون من أغنى الناس. يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. بل يقول العلماء بأن الرجل إذا أنفق في اليوم ولو صدقة قليلة، أي صدقة، فإن الله عز وجل ينزل ملكا من السماء يدعو له خصيصا. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وينزل ملكان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا أخلف عليه، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. البخيل الذي لا ينفق اتلف ماله يا رب، اتلفها بالأزمات وغير ذلك. أما الذي ينفق اخلف عليه وكفر ماله بصدقة قليلة تستطيع أن تستجلب دعاء الملائكة. وهناك موقف حدث في القديم ما رآه أحد من الصحابة ولا رأيناه، ولكن الذي ذكره لنا هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف موقف جميل، رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في فلاة من الأرض، يعني واحد ماشي في الصحراء، إذا به يرى سحابة في السماء فينظر إليها فيسمع صوتا ينادي في السحابة: اسقي حديقة فلان ابن فلان. فتعجب فرفع بصره مرة أخرى فسمع صوتا: اسقي حديقة فلان ابن فلان، وإذا بالسحابة تمر فتفرغ ماءها في مكان فيتدحرج الماء في واد صغير، فيمشي الرجل خلف الماء فإذا بهذا الماء يصل إلى حديقة، ورجل جالس واقف، رجل واقف يأخذ الماء إلى حديقته. فقال له: يا عم اسمك إيه؟ ما اسمك؟ قال: أنا فلان ابن فلان. عجب، قال: أنت فلان؟ قال: نعم. مما تعجب؟ قال: لأنني سمعت صوتا في السحابة ينادي: اسق حديقة فلان لاسمك. وهذا الماء نزل ولم يصل إلى أي حديقة من الحدائق إلا حديقتك فقط، على قده، على قدر هذه الحديقة، ماذا تصنع؟ فقال: أما أنا فإنني إذا حصدت الحديقة قسمت ثمرها ثلاثة أقسام: قسم آكله، وقسم أتصدق به، وثلث أضعه فيها، يعني تجاوي أو ببر. فقال: نعم، بذلك نلت بركة الله عز وجل. الباب الثامن من أبواب الغنى وكثرة المال: الإنفاق على طالب العلم الشرعي. يعني أنت رجل غني وتريد أن يزيدك الله عز وجل غنى، انظر إلى داعية من الدعاة، خطيب من الخطباء، إلى طالب علم من طلاب العلم المتفرغين لطلب العلم، أو هو موظف وطالب علم، يقول له: أنت بتاخد كام يعني في الشهر؟ 300 جنيه 400 جنيه؟ أنا أعطيك 400 جنيه وتفرغ لطلب العلم والدعوة إلى الله، وأعطيه كل شهر 400 جنيه مرتب. هذا الفعل يجعل الله عز وجل يخلف عليك أكثر وأكثر ويغنيك. لماذا؟ لأن إخواننا
المسلمون في حاجة إلى من يعرفهم بأمور الدين، والآن لا تجد أحدا متفرغا لأمور الدين إلا القليل. والعلماء استدلوا بحديث عجيب جدا، حديث صححه الحاكم والذهبي والألباني أيضا، عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجلان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما يحترف، يعني له حرفة يتكسب منها، والآخر يجالس النبي صلى الله عليه وسلم يطلب العلم على يديه، يعني يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وينتقل معه في جلساته ليحفظ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان المحترف ينفق على أخيه، فشكى المحترف أخاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكاه، قال له: شوف هذا جالس ليل نهار لا يعمل وقل أطلب العلم وأنا الذي أنفق عليه، فمره يا رسول الله أن يتكسب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عجيبة جدا. ماذا قال؟ قال له: لعلك ترزق به، يعني أنت يا محترف لعل الله يسوق إليك الرزق بسبب إنفاقك على أخيك، يعني كنت هتكسب في اليوم 50 جنيه، ربنا خلاهم 150 جنيه بسبب إنفاقك على أخيك، لعلك ترزق به. قال العلماء: من أراد أن يرزق بطلبة العلم أو بالعلماء فلينفق على طالب أو اثنين أو ثلاثة فيرزق به ويزداد رزقه. طبعا في حديث مشهور على ألسنة الناس أحب أن أنبه عليه، واحد كان جالس في المسجد والثاني بيحترف أو نجار، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: مين اللي بيجي عليك؟ قال له: أخويا. قال له: أخوك أفضل منك. هذا الحديث باطل لا أصل له، وإن كان مشهورا على ألسنة الناس لكنه حديث باطل، لكن الحديث الصحيح هو ما ذكرته لكم: لعلك ترزق به. الباب التاسع من أبواب الغنى وكثرة المال: الدعاء. إذا افتقرت ادعو الله، إذا استدنت ادعو الله، عذب تريد أن تتزوج وليس معك مال تتزوج، ادعو الله أن يزوجك. الدعاء أثره عجيب، والله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. واسمع إلى هذا الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزلت به فاقة، يعني فقر أو حاجة، من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله يوشك الله له برزق عاجل أو آجل. صلى الله عليك يا رسول الله. الباب العاشر والأخير من أبواب الغنى وكثرة المال: شكر النعم. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ولكن ما معنى شكر النعم؟ يقول العلماء: شكر المال بإنفاقه في سبيل الله، وشكر البصر بغضه عن محارم الله، وشكر الأذن بسماع ما يرضي الله، وشكر اليد بالبطش فيما يرضي الله، وشكر نعمة الصحة أن تستخدمها في طاعة الله. فكل نعمة تريد أن تشكر الله عليها عليك أن تستخدم النعمة فيما يحب الله ويرضى، فهذا هو شكر النعم. لأن بعض الناس يقول: الحمد لله، بشكر ربي الحمد لله، ولا يتصدق ولا ينفق ويفعل المعاصي وينام عن صلاة الفجر، ويظن أن كلمة الحمد لله هي الشكر. لا، الشكر تسخير النعمة في طاعة الله تبارك وتعالى،
أسأل الله الكريم أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة